لله عز وجل منه أولا وآخرا، يعني خصوصا في العصر الذي تكثر فيه الفتن وتكثر فيه المليات والصوارف. فطالب العلم لما يوفقه الله عز وجل إلى هذا العلم فعليه أن يكون حذرا، لأنه وفق إلى شيء لم يوفق إليه كثير من الناس في مثل هذا الزمن، فليكن على حذر، لأن الأمر جد خطير، لأن الصوارف كثيرة والأشغال عظيمة، والمثبطون عن طلب العلم كثر حتى من أهل الخير والاستقامة. يمكن لو رآك بعض من عليه خير ربما سيقول: أتظن أنك ستكون عالما أو طالب علم؟ ربما تأتي مثل هذه الألفاظ. فمن وفق إلى طلب العلم ولا سيما في هذا العصر فليحمد الله عز وجل، وليعلم أنه امتحن.